السلام عليكم، هنكمل إن شاء الله المحاضرة الخامسة، مكملين لسه في الإيمج. عندي الديزايرنج إيمج. يعني إيه الديزايرنج إيمج؟ بيقول لك إنك عايز عندك صورة ملونة مثلا وعايز تحولها لإيه؟ الأبيض الأبيض وأسود، تمام؟ عن طريق مثلا إيه؟ في هنا معادلة ديت بيشغلوها بالأرقام ديت، كانوا زمان بيقسموا اللون على ثلاثة بيحصلوا على اللون إذا كان أبيض أو أسود. دي المعادلة اللي شغالين بيها حاليا. لو اللي عايزين ناخد مثلا من المعادلة دي، لو نلاحظ ان الجرين قيمته اعلى، فبيقول لك ان اللون الاخضر في الصورة بيبقى ايه، هو الاعلى من الازرق. يعني ده اللي هو ايه، بيقول لك هنا دي الملحوظة اللي هو كاتبها هنا. بنمر بمرحلة الستايلنج، عندنا 4 طرق: الثري شوت والفلودي والاوردرنج والبكر. تمام؟ ايه تمام. عند حاجة هنا، يعني ايه فيرم كوانتايزيشن؟ دي حاجة زي ثري شوت كده هنشوفها دلوقتي، اللي هو مثلا بيبقى عندك صورة سواء جراي سواء ألوان. ببدأ أخد البيكسل أشوف لونه، لو هو أكبر من 128 ببدأ أحطه ب 255، اللي هو بواحد يعتبر، تمام؟ اللي هو 255 اللي هو لون إيه؟ لون أبيض. لو أقل من 128 بحطه بزيرو، تمام؟ زيرو ده اللي هو اللون إيه؟ لون الأسود. ليه 128؟ عشان إحنا عارفين إن الألوان 8 بت اللي هم 256 لون، نصهم 128، فبيبدا يحط ال 128 ديت ايه؟ كثري شوت كده. ثري شوت بتاعها لو اكبر من او بيساوي 128 يبقى 255، لو اقل منها بحط بزيرو، تمام؟ ده الكلام اللي مكتوب هنا. طيب اللي هو ال 128، ماشي؟ فكده انا حصلت على الصوره زي دي. ملاحظين ان الصوره ديت في جزء هنا مثلا انا عايز اللي هو البرايتنس بتاع ده يبقى باين كده زي اللي تحت. يعني انا عايز اوصل للصوره دي، دي نتيجه ودي نتيجه برضه. ديت اشتغلت بقى بال 128 اللي هو ستريت شوت بتاع 128. هنا بقى قال لك لا، مش هنشتغل كده. قال لك انت هتحسب الافريج بتاع اللون بتاع الصوره بتاعك. بيقول لك نفرض مثلا ان هو طلع ايه؟ 150، تمام؟ اعتبر بقى ال 150 ديت الثري شوت بتاعك، يبقى مش ال 128، لا انا هبتدي من 150. يبقى لو اكبر من او بيساوي 150 اذا تبقى 255. طب لو اقل من 150 يبقى ايه؟ عوض عنها بزيرو، فتقدر تحصل على صوره ايه؟ ابيض واسود زي ما شايفين، مع الحفاظ على البرايتنس بتاعك. ماشي. تاني طريقه عندي اللي هي الفلود. الفلود دي بنمر ب3 مراحل. اول حاجه مرحله الثري شوت، تاني حاجه بكميت ايه؟ الايرور. الايرور بتاعي بيكون القيمه القديمه ناقص القيمه الجديده، بيكسل اولد ناقص بيكسل نيو. البروباجيت بتاعك اللي هو الايرور هنبدا نشوف دلوقتي في السؤال ده. البروباجيت عامه بنبدا يتحسب بالطريقه دي. طيب هنبدا نشوف مثلا مثال عمل قصاد. عندي دي ماتريكس الوان خارجه من صوره، عايز احولها ايه؟ لابيض واسود. ابيض واسود يعني يا زيرو يا 255. يبقى ازاي؟ ماشي، احنا قلنا نمر ب3 مراحل. احنا هنبتدي دايما من الشمال لليمين. طيب هنبتدي بال 20. ال 20 دي الثري شوت بتاعها بكام؟ هبدا اشوف اكبر من 128 ولا اقل من 128. هلاقيها اقل من 128، هنحطها ايه؟ بزيرو، تمام؟ تمام. بعدين نبدا نحسب الايرور. الايرور اللي هو القيمه القديمه ناقص القيمه الجديده. القديمه كانت 20، الجديده كانت زيرو، يبقى الايرور بكام؟ الايرور ب 20، تمام كده. نبدا نحسب حاجه اسمها ايه؟ البروباجيت، عن طريق ان انا بصوا السؤال اهو برضه عشان نبقى شايفينها. انا اول حاجه جبت الايه؟ جبت الستريت شورت. تاني حاجه حسبت الايرور طلع ب 20. البروباجيت بقى بنعمل ايه؟ نمسك ال 20 بتاع الايرور، ال 20 بتاع الايرور، مش ال 20 بتاعت البيكسل، مش ال 20 اللي كانت في الماتريكس، لا بتاعت الايرور. هضرب في بص هنضربها في 7 على 16 ونجمعها على القيمه اللي هنا. طيب بقى 20 في 7 على 16 ايه زائد 150 هيديني 159، تمام؟ عايز اجيب القيمه دي، عايز اشيل بقى القيمه دي هجيب مكانها، يبقى هضرب ايه؟ 20 بتاعت الايرور، 20 بتاع الايرور في إيه اللي هنا اللي هي 1 على 16 زائد 90، تمام؟ هيديني 91 اهي، تمام؟ 20 في 1 على 16 زائد 90 ب 91، هقعد عنها ب 91 عشان اجيب بقى ال 156 دي. بعمل ايه؟ بقول له ال 20 في اللي هي 5 على 16 مجموع عليها ال 150 تديك 156، تمام؟ يعني 20 في 1 20 في 5 على 16 زائد 150 يديني 156، تمام؟ واضح هنا. طيب نيجي مثلا بعد ما وصلنا، شفت الماتريكس القديمه دي بقى؟ الغوه اعتبرها مش معانا خالص، نبتدي نشتغل على الماتريكس الجديد. ايه؟ احنا خلاص خدنا دي، نبدا نشوف الايه؟ الخانه اللي موجوده دي ال 159. ال 159 اول حاجه قلنا هنمر بالثري شورت، هي اكبر من 128؟ طب اكبر من 128 يبقى بكام؟ 255، تمام. نبدا نحسب الايرور اللي هو عن طريق القيمه القديمه اللي هي 159، اللي فوق دي مالناش دعوه بيها خالص يا شباب.
يبقى 159 ناقص 255 هيدينا كيوبيت كام؟ سالب 96. نبدا بقى نضرب. انا عايز اجيب القيمه اللي هنا، يبقى هضرب سالب 96 في 7 على 16 زائد ال 80، يبتدي يديني ال 100 ايه؟ يبتدي يديني الناتج ده. انا اول حاجه بقول سالب 96 مضروب في 7 على 16 تمام؟ مجموع عليه ايه؟ ال 80. يبقى كده الناتج هحطه هنا تمام؟ نرجع تاني، 96 مضروبه في 1 على 16 في، ونقوم رايحين جامعين عليها كام؟ ال 180. يبقى انا كده جبت القيمه المقابله لها الناحيه الثانيه تمام؟ نفس الكلام، 96 في 5 على 16 مجموع عليها كام؟ ال 91. يبقى كده انا وصلت لكام؟ لل 61. نفس الكلام، هنضرب السالب 96 في 3 على 16 واجمع عليهم ال 156 واقوم راجع حاططهم هنا اللي هو ال 138. يبقى انت حصلت على ماتريكس جديد. نبدا برضه نمشي ايه؟ نكمل خطوه خطوه وهكذا لحد ما نخلص ايه؟ ان الماتريكس دي كلها تبقى عباره عندي عن 0 و255 تمام؟ تمام. دي اللي انا عملته هنا، 159 اكبر من 128، خلاص يبقى 255. حسبت الايرور بسالب 96، هضرب بقى سالب 96 في 7 على 16 و80 وهكذا واجمع عليها لحد ما اجيب الماتريكس دي، وهكذا لحد ما تخلص ايه؟ كل الماتريكس دي. كان الفلوت باختصار. الاوردر تمام؟ بيقول لك انك بتقسم الصوره بتاعتك لسمول بلوكس عن طريق ان في ان ماشي؟ وبعدين بتشوف الثري شوت بالنسبه للان اللي هنا. بمعنى ايه؟ انت عندك سؤال اهو، ده سؤال، ده مثال، دي الماتريكس الكبيره ديت، الماتريكس دي ثواني، الماتريكس دي كلها، دي اللي خارجه من الصوره مثلا، دي الماتريكس اللي جايه من الصوره دي كلها كده بس، دي اللي جايه من الصوره دي بتاع الاوردر بتاعك، دي اللي هي بتبقى معطى في السؤال تمام؟ دول نقطه كده في السؤال. بنبدا بقى دي كام؟ دي هنلاقي ان في ان اللي 4 في 4 تمام؟ هنعمل ايه؟ هنبدا نقسم بقى الماتريكس بتاعت الصوره ل 4 في 4 برضه. فهبدا اعمل ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، هو قسمها ايه؟ 4 في 4 اهوت تمام؟ وعملها تاني 4 في 4 اهوت تمام؟ لو في واحد هنا لوحده عادي هتسيبه لوحده، مش هتاخده مع ال 4 في 4. هنقول لك هنعمل في ايه دلوقتي؟ على العموم هو الدكتور قال في الامتحان هو مش هيجيب حاجه لوحدها كده، هو هيجيبها مباشره زي دي كده. ما علينا، المهم نبدا نفهم حاجه حاجه. بص بقى، هنبتدي نقارن ال 20 ديت باول قيمه هنا، 20 ب 0. ال 20 اكبر منه ولا بتساوي 0؟ هنلاقي اكبر من 0 خلاص، يبقى 255 تمام؟ هنبتدي نمسك ال 75 ماشي؟ هنقارنها ب 109 ب 128، اكبر منها ولا اصغر منها؟ هنلاقي اصغر منها، يبقى بكام؟ يبقى ب 0، انا هقعد عنها ب 0 تمام؟ نمسك مثلا قيمه زي ال 16، ايه المقابل لل 16 هناك؟ هنلاقي الايه؟ ال 16 زيها تمام؟ فهي اكبر منها ولا بتساوي؟ لا بيساوي، يبقى خلاص هنحط مكانها 255. طب نمسك قيمه زي ال 70 هنقارنها بال 80، هنلاقي اقل منها، يعني اقل منها يبقى ب 0، بس 70 ايه؟ ب 0 تمام؟ دي الماتريكس مثلا ايه؟ احنا هنمشي على كل الماتريكس بقى، كل الارقام انا باخد عينات عشوائيه. طب تعالى ناخد بقى العينه ديت تمام؟ دي تعتبر في ماتريكس جديد، يبقى المقابل لها 176 مثلا. تاني ال 150 150 هنقارنها تاني بالزيرو تمام؟ ليه؟ لان دي ماتريكس جديده، نعتبرها نعملها معامله الماتريكس القديمه بالظبط، يعني كاننا بنقسمها اثنين، بنقارن الاولى بديت ونرجع نقارن الثانيه بدي. فال 150 بالزيرو كام؟ اكبر منها يبقى 255. طب مثلا نمشي مثال ثاني، ال 85 بال 80 هنلاقي اكبر منها يبقى 255، وامشي على كل الماتريكس، كل الماتريكس لحد ما توصل ايه؟ لزيرو و 255 كلها بالطريقه اللي قصدنا دي تمام؟ طب لو قلنا مثلا لو في عمود زياده، هتاخد العمود الزياده ده مع اول عمود هنا بس، يعني مش تاخدها بايه؟ 4 في 4، احنا خلاص قسمناها 4 في 4. لو في حاجه زياده هاخدها مع ايه؟ لو في اثنين عمودين يبقى اخدهم مع اثنين، ثلاثه مع ثلاثه بس، اربعه يبقى مع اربعه، المهم ما تعديش عن الاربعه. بنقسمها ايه؟ ان في ان هنا دلوقتي تمام؟ ده الاوردر، ده الالجوريزم بتاعه. طب الباترن بقى، بص الباترن بنحسب حاجه اسمها بلوك الاول. بمعنى ايه؟ قال لك انت عندك باترن 2 في 2، طيب يبقى ان اس 2 زائد 1، ان اللي هي ب 2 اس 2 زائد 1، يعني 2 اس 2 زائد 1 بايه؟ ب 5 تمام؟ وانت عندك لون واحد اللي هو يا ابيض يا اسود، يبقى ايه؟ يبقى 1 على 5 بكام؟ ب 2 من 10. يبقى البلوكس بتاعها هتتقسم من 0 ل 2 من 10، 2 من 10 4 من 10، كل سؤال ايه؟ 2 من 10، 4 من 10 6 من 10، هزود 2 من 10 تاني 6 من 10 8 من 10، هزود 2 من 10 تاني 8 من 10 يبقى 1. كده يبقى انت خلصت البلوك بتاعك. الباترن دي معطى تمام؟ بس ده انا اللي بجيب ماشي؟ نفس الكلام لو 3 في 3، طيب ان اس 2 زائد 1 يبقى ايه؟ ان اس 3 اللي هو 3 اقصد اس 3 اللي هو ب 9 زائد 1 يبقى ب 10،
واحد على عشرة اللي هو لون واحد يعني، واحد على عشرة بكام؟ واحد من عشرة. بهابس البلوكس كام؟ زيرو واحد من عشرة، واحد من عشرة، اثنين من عشرة، اثنين من عشرة، ثلاثة من عشرة، أربعة من عشرة، خمسة، وهكذا واحد لحد ما توصل للآخر. دي الباترن بتاعك. طيب الباترن ديت هو ما فيش مثال عليها في المحاضرة، بس لو عايزين نحل، لو خدنا مثلا حاجة زي كده وقول لي طبق عليها بقى الباترن بتاعتك. لو خدنا مثلا مثال زي اللي هي ايه؟ اللي هي دي مثلا، بقول لك ايه؟ طبق عليها الباترن مثلا كام؟ 2 في 2. فانا جبت البلوكس بتاعها، جبت الرينج بتاع كل حاجه، تمام؟ طيب نبتدي نحسب ايه؟ 2 في 2، يعني هنرسم كده، هنقسم ديت ل 2 في 2 كده، ترى ديت هتلاقي كل واحد ايه؟ 2 في 2. شفت ده؟ اجمعه وهات الافرج بتاعه، تمام؟ اجمعه يعني ايه؟ واقسمه على عدد، هات الافرج بتاع ايه؟ ال 2 في 2 دول، والافرج بتاع ده، والافرج بتاع ده، والافرج بتاع ده، يبقى انت عندك ايه؟ اربع افرج مثلا لكل واحد يعني افرج. طيب تعال نجيب مثلا افرج من هنا، نفرض ان هو مثلا طلع نص، تمام؟ ما هو يطلع قيمه هتقسمها على 100 يعني، هتديك مثلا ايه؟ لو كان طلع 50 اقسمه على 100 يديك مثلا نص، وهنا مثلا اداك ايه؟ 7 من 10 مثلا، 7 من 10، وهنا 8 من 10، 8 من 10، وهنا مثلا نفرض ان هو ادانا ايه؟ 3 من 10. ده كله افتراض يا شباب، انا الارقام دي مش صحيحه. 3 من 10، شفت بقى 5 من 10؟ هنروح نشوف هي كانت في رينج ايه، تمام؟ هنشوفها كانت في انهي رينج. ال 5 من 10 كانت في رينج فين؟ هنا اللي هو 2 ده، يبقى شفت النقطتين دول وده؟ هنروح ناخد نفس الباترن كده نرسمه هنا بالظبط، اللي هما النقطتين والفراغين دول، وهكذا بقى لكل واحد، تمام؟ ده مثال، هو مش موجود يعني، تمام؟ بس هو ايه؟ بتتحل بالطريقه دي. استنى يا شباب. تمام. ده الباترن، ده كان اخر نوع بالنسبه للايه؟ للديزايننج، تمام؟ اخذنا الفلودي، وخدنا الثري شورت، وخدنا الباترن، وخدنا الاوردر. طيب الايمج ترانسليشن، الايمج ترانسليشن ده اللي هو مثلا ايه؟ في انواع من نوع زي الكات، شفت دي كده؟ كات كده، بص كات حاجه صادن كده، حاجه بتتنيل بسرعه، تمام؟ بتقطعها بتتنيل على الثانيه على طول، مفيش اي نعومه في الموضوع. بقول لك ان ايه؟ حاجه صادن كده، صادن تشينج، بتتنيل بسرعه. الواي ده بريبليس بيكسل عن طريق بيكسل، يعني بتشيل بيكسل وتحط بيكسل مكان من طريق ايه؟ عشان تيسر السوق، يعني عندك اثنين صوره عايز تسر اللي تحتها، هتشيل البيكسل بتاعت دي تحط البيكسل بتاع الثاني وهكذا. بقول لك ممكن تيجي من يمين للشمال، او من الشمال لليمين، او من فوق لتحت، او من تحت لفوق، تمام؟ إيه ده مثلا اهو مثال عليها، مثلا حاجه زي كده الوايت إيه مثلا كده من تحت لفوق، ده وايت، او كده من يمين للشمال، تمام؟ بيبدل ايه؟ كل بيكسل ببيكسل تاني لحد ما يحصل على الصوره الثانيه. دي اول صوره مثلا، ودي الصوره الثانيه. عايز تحصل على الصوره، انا واقف في الصوره، انا واقف في الصوره الثانيه، ماشي؟ عشان اجيبها يبقى هخفي الاولى بالطريقه دي مثلا، عشان اقدر احصل على الصوره الثانيه دي، تمام؟ ده باختصار التسولفنج نفس الكلام، بس بيعمل فيد ان وفيد اوت، يعني بتلاقي فيه ايه؟ فيد بنعمل فيد ان وفيد اوت، يعني اللي هو بيكسل بيشيلها يحط مكانها بيكسل ثانيه بدرجه شفافيه معينه، تقعد تقل لحد ما توصل ايه؟ لحاجه. اديك مثال مثلا، بس هو مش حاجه زي مثلا كده، ده بيقعد يشيل كل بيكسل بيكسل كده بس بنعومه، يعني ايه؟ في شفافيه، في شفافيه بالراحه لحد ما يوصل للصور، تمام؟ مش عارف صراحه ليها مثال ثاني هنا ولا لا. تمام، المهم هو ده المعنى منها يعني، لا مش دي طبعا. تمام، ده المعنى منها، الديزولف بتاع الديزارت الزولف، ماشي؟ في منه نوعين، الكروس والديزاير، هنبدا نشوفهم دلوقتي. تمام، فين هنا؟ الايمج ترانسليشن دي المعادله اللي هنبدا نشتغل عليها علشان نحل الايه؟ نحل سؤال زي ده، تمام؟ إيه مثلا احنا عندنا هنا ايه؟ اثنين صور A و B، عايزين ننفذ عليها الكروس ديزولفنج بالفا 3 من 10، والديزاير ديزولف ايه؟ بفروم ليفت بكام؟ ب 3 من 10، تمام؟ يعني ايه بقى فروم ليفت؟ يعني بقول لك ان الديزاير ده بيشتغل يا اما من هنا من شمال، يا اما من فوق، يا اما من يمين، يا اما من تحت. انما الكروس ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه زي الشفافيه كده، ماشي؟ هنشوفها دلوقتي. ده الكروس دي معادله بتاع الكروس، تمام؟ والديزاير زي ما قلنا بيشتغل من فوق او من يمين او من شمال او من تحت. طب تعالى نمسكها واحده واحده، بس انا هجيب لكم مثال ونرجع تاني، تمام؟ نكمل. تمام، ده مثال مثلا اهو عملته. انا عندي الصوره دي A و B، عايز اجيب الايه؟ الكروس ديزولف، الالفا بتاعتي بكام؟ ب 3 من 10، تمام؟ بص، القانون بتاعك بيقول لك 1 ناقص الفا
في A زائد ألفا T في B. تمام؟ يبقى واحد ناقص ألفا اللي هي 3 من 10 في A اللي هي الصورة بتاعت A اللي هي 150 ده. تمام؟ زائد ده اللي هو 3 من 10 في B اللي هي 140 في B اللي هي 140. يبقى أنا ضربت ده، أنا خدت الـ A هنا والـ B هنا، هتديني القيمة اللي هي 147 حطيتها هنا، ده بتاع الكروس. طب عايز أحسب ديت، يبقى هعمل الـ 54 والـ 98 هيديني الـ 67 بنفس الطريقة كده يا شباب. تمام؟ همشي عليه. بصهم يعني مبدئيا حلوها بايديكم، يعني اقعد حلها بايدك دلوقتي هتفرق معاك وهتثبت في دماغك اكتر. عشان ايه؟ انت مجرد لما تبقى عارف الحاجه عادي انت عارفها غير لما تطبقها. لو طبقتها تلاقي ايدك مثلا ايه هتاخد مثلا على السؤال بسرعه، مش هتتفاجئ بالارقام، هتحس انك فاهم السؤال يعني عامه. فحاول تجربه بايديك. تمام؟ هتطبق المعادله مش اكتر. طيب يعني ايه بقى الديزاير؟ الديزاير ده الالفا بتاعته بقى انا بستخدمها في ايه؟ الالفا دي ب 3 من 10. تمام؟ انا عندي كام كولوم؟ هنلاقي كام كولوم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 كولوم والالفا 3 من 10. يبقى ايه؟ 3 من 10 في 10 هيديني 3. يبقى انا هستخدم 3 كولوم بس من الشمال. يعني ايه هستخدم 3 كولوم من الشمال؟ بص هو قال لي هنا من الشمال، هو اللي قال لي فروم ليفت. تمام؟ فروم ليفت. شفت ده؟ اول ثواني بقى نجيب قلم كده. ماشي. شفت اول 3 دول في الصوره ايه؟ تعتبر عندك 2 صوره كده مع بعض. صورتين، صورة A وصورة B. تمام؟ شفت أول التلاتة هنا؟ هتمسح التلاتة دول خالص. تمام؟ تستبدلهم بالتلاتة دول كده. يبقى أنت كده لو لاحظت هتلاقيك إيه؟ شلت جزء من الصورة A عوضت مكانه جزء من الصورة B. يبقى يعني حتة من الصورة B باينة مع A. دي كده أول إيتريشن عندي. تاني إيتريشن أروح أشيل الجزء التلاتة دول. تمام؟ وأبدلهم بالتلاتة دول. تمام؟ هنمسح دول خالص كده. وبدلهم بالثلاثه دول، يبقى كده ايه؟ الصوره رقم بي ظهرت ايه؟ نصها مثلا، ترجع تكمل تاني، تشيل الثلاثه دول مع الثلاثه دول. تمام؟ تبدل ده تروح هنا، تمام؟ وده هتشيلهم خالص. تمام؟ بقى عمود واحد خلاص بدلهم على العمود اللي تحت، يبقى انت مشيت اربع اتريشن عشان تخلص سؤال زي ده، تمام؟ عشان تحلها. طيب، بما يعني هنا عمل ايه؟ لاحظوا كده دي ال 150 هيخليها 140، هيخليها 140 و98 و100 اللي هم دول 140 98 و100. تمام؟ وبعدين هيكمل 236، يعني احنا خدنا اول ثلاثه اهم اللي هو 236 ده. بصوا تاني دي ال 150 ال 54 وال 147، الكولومز دي عامه هيشيلها ويعوض مكانها بالكولوم الثاني اللي هو كده. تمام؟ تمام. بقت الماتريكس زي ما هي 256 125 80 اهو 256 125 80 وهكذا لحد الاخر. دي اول ايتريشن، نرجع نطبق ايتريشن ثاني. تمام؟ وايتريشن ثاني لحد ما نخلص الاربع ايتريشن. طب لو قال لك من فروم رايت يبقى نيجي من هنا، يبقى نشيل اول ثلاثه من هنا، اول ثلاثه من هنا، اول ثلاثه من هنا، من فوق يبقى نشيل اول ثلاثه من فوق وبعدين الاثنين دول. تمام؟ تمام. عارف مثلا لو قال لي فروم توب والفا ب 2 من 10، تمام؟ يبقى هتقسم 2 من 10 فروم توب. يعني فروم توب مش هروح احسب بقى عدد الكولمز، لا ده انا هحسب عدد الرو، لان انا هشيل رو دلوقتي مش هشيل كول. فهيبقى عندي ايه؟ 5 ايه؟ 5 رو، وهي الالفا 2 من 10. 2 من 10 في 5 هتديني كام؟ هتديني 1. تمام؟ يبقى هبدا اشيل ايه؟ رو رو، يعني هتشيل الرو الاولاني من ايه؟ تحط مكان الرو بتاع البي، وترجع تشيل ثاني اتريشن، وبعدين ثالث اتريشن، رابع اتريشن، خمسه اتريشن. تشيل ايه؟ رو رو، تمام؟ دي لو ايه؟ لو الالفا ب 2 من 10 بس فروم توب او فروم داون بار. تمام؟ اتمنى تكون واضحه. الايمج فورماتنج ده هندرسه ان شاء الله بالتفصيل، اقراوا معلومات عنه. يعني نوع الصوره، صور الجيف اللي هي الصور المتحركه، الجي بي جي، الجي بيك ده هندرسه دلوقتي ان شاء الله، ندرسه يعني في الاخر، والبي ان جي وهكذا. تمام؟ شكرا. يعني بصوا من الاول كده، لو اي معلومه انا قلتها غلط في الفيديو ده انا مسؤول عنها، دي انا مسؤول عن اي معلومه انا بقولها غلط في الفيديو، يعني ده اساءه فهم مني انا من الدكتور لو انا قلت معلومه غلط. ماشي؟ فراجعوا المحاضره وحلوا بايديكم، ولو في اي اخطاء يا ريت حد يعرفني او ايه او يكتب حتى على الجروب او يقول اي حاجه يعني. تمام يا شباب؟ توفيق ان شاء الله.